مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا مع شبكة التلفزيون. وين أشتري لك دواء ما حد يبيع بلاش؟ وين أشتري لك دواء ما حد يبيع بلاش؟ وبلاد ما ينطفي فيها الظما، تبلاش حظ الوفي ينكسر ويقوم حظ اللاش. وين أشتري لك دواء والكل في شانه؟ مات النخل يا ولد والأرض عطشانة، وجروح قلبي كثرت ما صاب نيشانة، أصنع لجرحك دواء ما من دواء ببلاش. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. دار الجنة وبر الدار، دار الجنة وبر الدار، على الهير والمحار، على الهير والمحار، يلا بالمنزل مبارك، يلا بالمنزل مبارك، أمرك وخير المنزلين، أمرك وخير المنزلين، دار الجنة وبر الدار، دار الجنة وبر الدار، على الهير والمحار، على الهير والمحار، يلا بالمنزل مبارك، ويلا بالمنزل مبارك، أمرك وخير المنزلين، أمرك وخير المنزلين. أهلا بكم مرة أخرى مع شبكة تلفزيون هذا المساء، وضيفتنا وضيفتكم أديبة روائية وكاتبة و15 كتاب لها و5 كتب في الطريق. رحبوا معاي مع الأديبة ليلى العثمان. مساء الخير. نوري. أهلا، أهلا بيك ورحب فيك في شبكة تلفزيون. شكرا. هاي مو أول مرة من 25 سنة. لا 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 قبل ايش دعوة البرنامج. لا تبي تكبري روحك أنت يعني. ليلى، يعني أنت تكتبين القصة والمقالة أيضا ضمن ما تكتبين. نعم. القصة. نعم. والمقالة، يعني أيهم أشد تأثير على الناس في رأيك؟ والله شوف، الصحافة مغرية والصحافة مقروءة أكثر من الكتاب. يعني مع الأسف. فالقارئ يتابع المقالات، وأنا من يعني نتيجة خبرة، لأني كونت قرائي من خلال المقالة أولا. فكنت لذلك أنا ما أترك الصحافة بين وقت والثاني، لما ما يكون عندي عمل إبداعي أشتغل فيه على طول أروح للصحافة وأكتب زاوية أسبوعية علشان أظل في ذاكرة القارئ، وهي يتابعونها بشكل غريب. يعني أكتب قصة مثلا ما حد يهتم، يتصل أنشر قصة، أما أنشر مقالة تلاقي عليها تعليقات واتصالات. ربما لأن المقالة كل أسبوع أو كل أسبوع مرة، إنما القصة مو كل أسبوع مرة. علاقتي بالجريدة أكثر من يلاحظ أنك في قصصك، يعني بالذات ربما في مقالاتك، يعني تكتبين دائما عن الماضي. نعم نعم. ليش؟ شوف عبد الرحمن، أنا بديت من الماضي، والماضي عندي بالنسبة لي، حياتي في الماضي حياة ثرية وغنية، حياة الكويت بالعموم غنية وثرية، نتيجة الالتصاق، نتيجة البيوت اللي متقاربة، نتيجة الناس المتآلفة. فهذا الماضي أنا أعتبره هو الأرضية، وهو الشجرة اللي عايشة في داخلي. هذه الشجرة دائما لازم أسقيها بذكرياتي علشان تظل تعطيني منها الثمار. وأنا أتصور أنه كل ذكريات الماضي هي عبارة عن صورة للمستقبل، صورة للحاضر أيضا. وإذا كان ما عندي ماضي، على أي أرض أنا ممكن أقف؟ وكيف ممكن أطلع هذا المخزون اللي عندي؟ فأنا أتصور أنه بدأت من هناك، وهناك لازم يطلع. يعني الماضي الحاضر ما له قيمة تجاه الماضي؟ عنده قيمة، لكن الزخم اللي موجود في الحياة الأولى اللي عشناها داخل السور، زخم الآن مختلف. الآن الزخم مادي، زخم الانشغالات، زخم زحمة الانترنت وزحمة الاختراعات. زمان يعني شوف، قعدتنا على الدوة نسمع الحزاية، هذا العالم العجيب، الحكاية اللي كنا نسمعها ونحلق ونتصور ونتخيل، الآن ما في.
يعني هذا الأجواء ما هي موجودة. عالم العالم اللي أنت حواليك البيت متروس ناس دائما، حكايات ووجوه غريبة تطل عليك ومشاكل وهموم وأفراح وعزايم ومالد اللي الآن فقدناه، ففي حياة زخمة. الآن الزحمة والزخم مادي ما أحس في ألفة معاه. إذن يجوز أسألك إنه هل أثرت طفولتك على إنتاجك الأدبي؟ أي كثير كثير. يعني طب تحكي لنا شوية. اللي يقراني واللي عارفني يعرف إنه أنا طفولتي منعكسة تماما سواء على كتابتي حتى في المقالات. وأنا يعني ليش أكتب؟ يعني بعضهم يعترض على كتابتي أني أكتب عن حياتي أو عن الماضي أو عن طفولتي القاسية اللي قاسيت فيها، فهم يعتقدون أنه أنا لمجرد أنه أنا أبي أكتب أو أبي أتكلم يعني أسيء لحد من أهلي أو يعني هذا تصورهم. أنا برأيي أنه الإنسان إذا لم يتكلم بصدق عن حياته، إذا لم يعطي النموذج من حياته، يعطي العبرة من حياته، فكيف؟ فأنا هذه الطفولة مو بس أزخمت أنا طفولتي شخصيا، طفولتي وطفولة من حولي. يعني أنا لما كتبت عن الكويت القديمة أنا بس ما أرخت لحياتي ولا لعذاباتي ولا لفريجي، أنا أرخت لمدينة كاملة كانت تعيش يعني ببساطتها وبنقاوتها وبحلاوتها. تتكلمين كلمة قسوة وعذاباتي مع وانت تتكلمين عن طفولتك، كانت طفولتك قاسية جدا يعني. جدا يعني أنا ما بيعدش بتفاصيل طبعا أكيد لأن الكل عارفها لأني يعني كتبت عنها كثير الحقيقة. وبعد في مشروعي في سيرتي الذاتية كاتبة بتفاصيل. شو كانت قسوة عائلية؟ قسوة نتيجة دائما نتيجة الطلاق والزواجات المتكررة لازم تحدث هذا الشيء في الأسرة. فأنا يعني عشت مناطق الكويت المرقاب وجبلة وشرق، تنقلت في كل هالمناطق، كل منطقة لها سمتها الخاصة. فنتيجة طلاق أبوي من أمي خلاني مرة أعيش بيت أخوي، مرة أعيش عند مرت أبوي هذه، مرة أعيش عند هذه، مرة فأجواء مختلفة، مرة عند زوج أمي وزوج أمي أيضا كان قاسي. فكانت حياة متنوعة ومختلفة، بس أنا مو ندمان على هالطفولة. يمكن وأنا صغيرة كنت كثير أتعب وأتألم وأبكي وأطلع على السطح وأقعد أشكي حق ربي وكذا، بس الآن بعد ما كبرت واستفدت من هذه الطفولة، لأني لما كتبت عن الألم كتبت بصدق، عن الدموع كتبت بصدق، عن الجوع كتبت بصدق. فهاي نتيجة الظروف العائلية الأسرية. ومن هنا أنا أكره الطلاق، وهو أنت عارف بالكويت الآن نسبة كبيرة الطلاق، ما الرجل ما عاد عنده صبر والمرأة ما عاد عندها صبر، والأبناء يعني الآباء يأكلون الحمص والأبناء يدرسون الحصرم. فنتيجة الطلاق تحدث هذه العذابات، وأنا سعيدة بعذابات طفولتي لأنها أمدتني بعالم وأمدتني بأفكار وأمدتني بهموم شبعتني، بحيث أني أنا لما أكتب عن هم أي امرأة أو أي طفلة أو أي إنسان حتى لو كان رجل أعرف أنا أكتب هذا حقيقة مش تزوير. ذكرتي كلمة الجوع، ما أدري يعني حرفيا ولا مجازيا يعني، والمعروف أن والدك المرحوم كان غني جدا يعني، فالجوع يمكن هل تعنينها بمعناها؟ أعنيها بمعناها لأن يعني خير والحمد لله ونعمة، ولكن في من يحرمك هذه النعمة لأنه بقرار من القساة يعني. نعم ليلى، يعني الكاتب أو العمل الأدبي شو اللي يعني ينجحه أو يخلده، الموضوع الأسلوب أم الحظ؟ شوف كل هذه أشياء مشتركة، ثقافة الكاتب، أسلوبه في الكتابة، لغة الجميلة وهذا شيء مهم اللغة أيضا، الحظ يلعب دور، لكن أيضا الصدق في الكتابة. القارئ اليوم مش مغفل ولا حتى قديما، القارئ يعرف إذا كان هذا الكاتب قاعد يكتب بصدق أم إنه يسرد مجرد سرد ليملأ صفحات. هناك عبارة ولو صغيرة ولكنها تعطيك تفصيل دقيق وتشبعك وتحرك في داخلك شيء. الكاتب إذا ما استطاع أن يحرك في داخل القارئ شيء خلاه كذي يقرأ وكأنه على شاطئ البحر مستريح، يقرأ ويرمي الجريدة أو يرمي الكتاب، لا، لازم تعذب القارئ معك، لأنك أنت ككاتب تعذبت وضقت المر
وأنت تكتب هذا الكتاب. تنقلين للتجربة. فلازم يعرف أن مثل ما أنت تعذبت في الكتابة لازم هو يتعذب معك في القراءة، ما يقراك بسهولة. فلازم تكون كل هالعناصر مجتمعة. أحيانا الناس يخدمهم الحظ، مثلا يعملون عمل واحد وينجح هذا العمل بالصدفة أو بالحظ ويشتهر الكاتب من خلال هذا الكتاب، وبعدها ما ينام ما يكتب شيء. فقيمة الكاتب تواصله مع القارئ واستمراريته في الكتابة. طب عندنا الآن مداخلة يعني ربما تكون مفاجأة لك من إحدى صديقاتك، وأعني صديقاتك يمكن صديقاتك من زمان ومن زمان، الأديبة منى الشافعي. ألو. من أولى ابتدائي. ألو. ألو. ألو أخت منى، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بيش، حياك الله. طبعا ضيفتنا الأديبة ليلى العثمان، وأنا توني قايلها قلت لها أن منى الشافعي من صديقاتك من زمان، فليلى تقول من أولى ابتدائي. صدق؟ لا، من أولى روضة. من أولى روضة. إيه، هي الابتدائي كان أول هو الروضة في الزمانات. هيا تشلا. مساء الخير جميعا. أولا أهلا يا منى، أهلا فيك. شكرا أخ عبد الرحمن على هذا البرنامج الشيق الناجح دائما. يسعدني طبعا أني أتحدث الليلة من خلال هالبرنامج. مرة ثانية أهلا بأديبتنا الرائدة الأخت ليلى العثمان. الله يخليك يا منى. الله يسلمك. أعتقد يمكن يكون حديثي أو مداخلتي يعني شبه مجروحة عن ليلى، مع حفظ الألقاب طبعا للجميع واحترامكم. كوني أبو فهد أتحدث الآن وأنا سعيدة أني أحمل على أكتافي نصف قرن علاقة صداقة جميلة حميمية مع هذه الإنسانة اللي مجابلتك الآن. لكن مع هذا طبعا من حقها علي أن أتحدث ولو باختصار شديد عن ليلى الإنسانة والمبدعة. ليلى طاقة، ليلى قدرة، حضور مثل ما أنت شايفها الآن، موهبة، خبرة، صاحبة تجربة ثرية. طبعا عندها أكثر من 14 أو حوالي 15 كتاب مطبوع. ليلى وجه كويتي نسائي، استطاع أن يصل إلى العربية والعالمية لأن في هناك دراسات ماجستير ودكتورة عن أدب ليلى العثمان داخل الكويت وخارج الكويت. أتحدث عن ليلى، هناك في ميزة يعني ما يميز ليلى المرأة المبدعة إنها خاضت تجربة الكتابة في الوقت اللي كانت في المرأة هني عندنا في الكويت وحتى في الخليج مختفية وراء صوت الرجل الإبداعي. فالرجل هو اللي كان محتل الساحة. سامعتها؟ وهذا شيء رائع وإنجاز يجب أن يسجل لليلى في هذه الفترة طبعا. طيب خليني بس أسألك يعني، وانت تتكلمين الآن في هالموضوع اللي يمكن كل الناس يعرفونه عن الإنتاج الأدبي، انتو صديقات من أيام أولى روضة أو أولى ابتدائي منذ عشرات السنين، وليلى توها تكلمت عن طفولتها القاسية البائسة الذي فيها الجوع والحرمان إلى آخره إلى آخره. في ذلك الوقت منى وأنت صديقتها، هل كنت حاسة باللي تعاني ليلى أو أنها فعلا كانت تعاني من هالمشاكل؟ طبعا أنا حاسة في ذلك الوقت يعني. في ذلك الوقت طبعا. نعم. هذا من عمر 5 سنوات، بس طبعا إحنا كبرنا إلى عمر 7-8 سنوات طبعا نشعر. نعم. إلى عمر 14-15 سنة نشعر. وكنت أنا أذهب دائما بيت ليلى بالمرقاب نشوف أفلام، لأن كانوا يعرضون أفلام ذيك الساعة، ما في سينمات في الكويت. وكانوا يعرضون الأفلام ونقعد، وليلى عندها طرائف حول هذا. سينمات داخل المنزل، منزلية. طبعا. نعم. منزلية. نعم. مع هذا ليلى مريحة، وليلى يعني يبين عليها، وطبعا كان يبين لأصدقائها المقربين ولكن. نعم. ما أثر عليها. نعم. يعني. نعم. ساعدها بعكس أنه ما أثر عليها. نعم. عطاها قوة، عطاها شجاعة، عطاها دفقة من الأحاسيس. نعم. من الأفكار، من المشاعر. نعم. وهذا اللي أيضا يعني استفادت منه في إبداعها. تحبين الآن توجهين لها سؤال أو تعليق أو تعقيب على سواء على إنتاجها أو على نمط حياتها أو شيء من هالنوع؟ يعني ما أدري، أحب أتحدث شوية عنها ما يصير. ما عندي وقت. إيه شوية بس باختصار الله يحفظك. إنزين.
أنا أقول لك شيء، إني ما أبي أحترن إذا اعترفت بأني في فترة ما، طبعاً بعد ما تشبعت بإصرار ليلى عن النجاح والعطاء الجميل المستمر، طبعاً عطائها مستمر سنين، لقيت نفسي فجأة أندفع من غير عناء البدايات. يعني ليلى عانت البدايات، لكن أنا بسهولة خفت هذه التجربة. يعني أقصد الكتابة الإبداعية، لأن تعرف أنا كاتبة قصة، بمعنى يعني وجود ليلى في الساحة شجعني على دخولها. وطبعا مع صداقتنا جمعتنا هموم الكتابة ومتعة الكتابة ودهشة الكتابة، وهذه فرصة حلوة أن تسمحوا لي لو سمحت يا أبو فهد أني أشكر ليلى عبر برنامجكم على هاي المساعدة اللي قدمتها لي بطريقة غير مباشرة. يعني وجودها هو اللي شجعني أني أكتب، لأني أنا بديت شوية متأخرة. ما أدري، ليلى أيضا إنسانة، كإنسانة تتحدث دائما بتلقائية، كل اللي بقلبها على لسانها، تتحدث أيضا عن عالمها الخاص من غير تحفظ. يعني ما عندها أسرار، سواء هي بإيجابياتها أو سلبياتها، إنسانة واضحة. ليلى أيضا على علاقة عندها أسرار، وانا عندها أسرار بس ما تقول لا أنا ما تقول لك أنا أعرفهم. هي شوف على علاقة طيبة وحميمية مع الجميع، مع جميع الكاتبات، لا نمزح معك، تحب الجميع، تهتم بالجميع. صراحة تتابع أعمالنا وكل يوم تقول يلا كتبوا، ما كتبتوا، وينكم، شنها يعني الأم، مو بالعمر طبعا، ولو أني أنا فضحت قلت 50 سنة، بغيت أقول قرن، بغيت أقول ربع قرن. لا لا، حنا نشيل صفر من 50. أيضا شاكرين. ليلى طبعا ما عندها عداوات أيضا مع الجميع، يعني هي ما تفرق، ما عندها عداوات، لكن طبعا اللي بيعاديها تعاديه بدون شك، يعني هذا شيء طبيعي. أنا بسأل سؤال، ليلى كثير يعني سفراتها كثيرة، أتمنى أني أجد قريبا على رفوف المكتبات كتاب يضم انطباعاتها وتجاربها طرائفها عن تلك المدن الجميلة اللي أغلبها مميزة وحلوة اللي زارتها. أيضا في سؤال أخير، الله يعافيك أبو فهد، تفضلي. قبل ما أنسى، هناك كتاب آخر أطمح أني أرى يتصدر رفوف المكتبات، وهو ديوان شعر. يا أبو فهد إذا ما تدري، ترى ليلى تنافسك، عندها قصائد جدا جميلة. وسؤالي، متى يرى النور؟ ما أدري صراحة، الحديث يطول، لأني أحب ليلى وايد ومعجبة بكتاباتها، ويبين علي هالحب وهالإعجاب. لازم يقولون صداقة الصغر كالنقش في الحجر. شاكرين جدا، لكن مع هذا أقول للجميع شكرا وما قصرتوا، مع السلامة. شكرا جزيلا للأديبة منى الشافعي على هذه المداخلة اللي فعلا فيها دفء الصداقة ودفء العلاقة بين هاتين السيدتين الأديبتين. في أي تعليق على كلام منى؟ لا، بعد عندي صديقة ثانية، ليلى محمد صالح. احنا الثلاثة، يعني ليلى كمان من صديقاتي الحميمات جدا. هي إنسانة نقية ورائعة وحبوبة. منى، شكرا يا منى يا حبيبتي، وانت عارفة الشعور متبادل. أنا بالنسبة لي أدب الرحلات فعلا هذا أصبح شبه مفقود في وطننا العربي. فأنا الآن عندي الكتاب، جمعت مادته، وإن شاء الله قريبا يصدر. بالنسبة للشعر، أنا هي تقول، بس أنا ما أعتبر نفسي شاعرة، رغم كثير يقولون أني شاعرة. ما أتصور أني أطلع الديوان، أنا أكتب وموجود. يعني بعد عمر طويل، إذا أولادي حبوا يطلعونه ككتاب، هم أحرار فيه. يعني زين، على طار الشعر، تسمعين وتسمعين منى الشافعي بيت بيتين؟ والله يعني شوف، أنا من النوع اللي ما أحفظ أبدا، لكن بس عندي قصيدة طويلة اسمها لن أغفر، تبين كبرياء المرأة عندما يجرحها رجل، وبعدين يرجع لها يطلب غفرانها. فهي تقول له لن أغفر، حافظ الأربع الأبيات الأخيرة لأن تهمني، تبين كرامة المرأة. يعني تقول له: نساء نحن إن عشقت يصير الحب إيمانا، وإن نفس لنا جرحت رددنا جرح من هانا، عدو أنت تأتيني وسوف أصد عدوانا، فعد والناب مسموم فلست أحب ثعبانا. لا 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 لا، يكفي شر الثعبان والثعابين كلهم. هل تتمنين ليلى إعادة كتابة بعض أعمالك اللي كتبتيها؟ لا ما أتصور، ولا أي كاتب، ما دام هذا الكتاب وصار تاريخ، حتى لو أعدت بشكل آخر، سيظل الكتاب الأول هو الأساس. فخلكتب شيء جديد، ليش أرجع للقديم؟
طب شو الاشياء اللي ندمتي عليها في حياتك؟ خلينا نقول والله اغلاط العمر يعني الانسان خطاء والاخطاء كثيره. في ثلاث يعني في شغلات ببساطه جدا. اول شيء ندمت اني انا حسيت بفتره من الفترات اني ظلمت امي، يعني ما قدرت مشاعرها كامرأة، خضعت لقهر وخضعت لكذا، فظلت علاقتي فيها علاقة مو حميمة. فلما توفت حزنت كثير وشعرت بندم شديد إلى الآن، وأتمنى أن الأبناء كلهم يكونون بررة حتى ما يحسون بهذا الندم، أنه أنا قاطعت أمي لفترة وتوفت بدون ما أشوفها، فهذا ندم كبير في حياتي. يعني الندم الثاني أنه أنا في بدايات الشباب اللي كتبوا لما كنت في الستينات والسبعينات شجعت ناس كثير، ولا يعني أبالغ ولا غرور إذا قلت لك أغلب الكاتبات من بيتي طلعوا، منى وليلى مو من ضمنهم البقيات، وشجعت كثير أقلام. بس مع الأسف الكل اللي نجحوا وعملوا ويحفظ لي هذا الدور وبعضهم لا، رافعين سيف في وجهي، فهذول ندمت أني أنا شجعتهم. يعني على كل على هذا سو زين وقطبها. الشيء الثالث أنا يعني في حالة حب مرت بحياتي ندمت عليها وتمنيت أنها ما تكون مرت. يعني تحدثين عن بعض الشخصيات النسائية اللي تعتقدين أنها يعني مثل لها ممتازين. نعم. طبعا في كثير شخصيات من حتى من قراءاتي، لكن أنا شخصية أمي أثرت فيني كثير. أمي إنسانة جدعة وامرأة مكافحة وصبرت واحتملت ونشيطة، ويعني عندها مواهب متعددة، صوتها جميل، تخيط خياطة جميلة ولبسنا من خياطتها، وأنا ورثت عنها هذه الموهبة. والشخصية تخيطين في البيت؟ أخيط لي ولعيالي كل شخصية. الشيء الثاني اللي ورثت اللي أحبها الشخصية سكارلت أوهارا في ذهبة مع الريح لمارغريت ميتشل. هذه علمتني أني أنا مريت في حياتي بمواقف صعبة جدا، فكنت دائما سكارلت أمامي، أن كيف قدرت أنها تعيد حقلها وتكافح وتفلح وتزرع وتتعرض لكل المصائب، كانت قوية، امرأة قوية. الشخصية الثالثة اللي هي شخصية بيلاجي، أم بول في رواية مكسيم غوركي الأم، وهذه استفدت منها يا عبد الرحمن لما صار الغزو. أنا في الغزو تحولت إلى بيلاجي ثانية، كيف أحمي بيتي، كيف أحمي أولادي، كيف أشجعهم أنهم يطلعون ويشتغلون مع المقاومة ويدافعون عن وطنهم. الغزو العراقي، الغزو النظام العراقي للكويت. إيه، فكنت فعلا الأم بيلاجي، وصرت أخبز لهم بنفسي وأحضر لهم وتحرقت إيدي. فهذه الشخصيات عايشة في داخلي حقيقة. وفي شخصيات كثيرة، يعني شخصية المرأة في الباب المفتوح للطيفة الزيات، قرارها بالآخر أنها هي لازم تكون امرأة وتشق طريقها وترمي الماضي كله من وراها. وين تضعين نفسك بين الكاتبات؟ شوف أنا ما أحب أصنف نفسي ولا أحط نفسي لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين. أنا موقعي في قلوب قرائي وفي قلوب الناس، هذا موقعي الحقيقي وهذا اللي أنا أعتز فيه. أما وين أكون الأولى أو الثانية، صحيح أنا حققت موقع أعتز فيه بالوطن العربي، ومرة قلت أنا سعيدة أني لو حققت بوصة واحدة على خارطة الأدب العربي فأنا سعيدة بهذه البوصة، ولكن الحمد لله. لكن ما أقول لا أنا الرائدة وأنا الأولى وأنا أول من كتب وأنا، هذه الترهات كلها والغرور الأعمى هذا الفارغ أنا ما أحبه. لا قصدي هل يعني تعتبرين نفسك بين قوسين في بداية الطريق، في منتصف الطريق، في القمة؟ يعني قطعا في بداية الطريق لا، ما القمة، ما حد يصل القمة، يعني القمة صعبة، لكن أنا قطعت شوط كبير جدا يعني، و حصلت على موقع جيد بين العرب وبالعالمية يعني. لكن أيضا ما زلت بعد كل هذا العمر وهذا العطاء أشعر أنني ما زلت أحبو في عالم الكتابة، بعد ما وقفت حتى على ريولي. منتهى التواضع، منتهى التواضع. لا أبدا. في الآونة الأخيرة يعني نلاحظ أنك تكتبين وبكثرة ربما عن اليمن الشقيق، يعني ليش؟ شنو الدوافع يعني؟ وشنو والله شوف أنا كل بلد زرته كتبت عنه، ولكن في بلدان تسكنك في داخلك ما تعود تطلع. وأنا اليمن ندمانة أنها ما كانت أبدا على خارطة سفري أسفاري، عمري ما فكرت في اليمن، لكن لما جاءتني دعوة
في يناير هذا العام ولبيت هذه الدعوة، فوجئت بهذا البلد الجميل وبأهل الأنقياء الحلوين. وأنا نوع من التواصل، أنا أتصور يا عبد الرحمن أنه مو بس الدول اللي تقيم علاقات بينها وبين بعض، الأديب والكاتب عليه مهمة صعبة وأيضا عليه مسؤولية كبيرة أن يعيد العلاقات. أنا أحب صباح الأحمد وأحترم هذا الرجل وأحترم سياسته، وهو اللي أعطانا البداية وقال ما في شيء اسمه دول ضد. فأنا لما زرت كردستان وعملت مع أدبائها، وزرت أيضا محافل عراقية بعيدة يعني في حتى بعد الغزو، وزرت الآن اليمن، أشعر أنه إحنا يعني شعوب متقاربة ومتآلفة، وتكون العلاقة من خلال الثقافة. يعني الآن في أسبوع يمن كويتي بيكون في اليمن، وبعدين في أسبوع يمني يكون في الكويت، فلما المثقفين يتلاقون ويتقاربون بالضرورة الشعوب تتقارب. هاي مسؤوليتنا. فاليمن يستحق مني كل هذا الحب وكل هذه الكتابة الجميلة، لأنه بلد ساحر الحقيقة. جميل. نأخذ الآن مداخلة من الأخت المشاهدة فضة العتيبي. ألو. ألو مرحبا. أهلا، مساء الخير أخت فضة. مساء الخير سلام. تفضلي يا ضيفتنا الأديبة ليلى العثمان. استضافتكم لهذه الضيفة الرائعة. نعم. تفضل يا أبوي. بس أطالب بحلقة ثانية، حلقة واحدة لا تكفي. إن شاء الله. مشكورة مشكورة على حسن ظنك. و مساء الخير أم عماد. مساء النور يا أهلا. شلونك؟ الله يخليك. طيب شكرا. بس بغيت أسألك عن روايتك المحاكمة. نعم. أنت تكلمتي فيها عن العديد من التجارب اللي مريتي فيها. نعم. ومثلا الأحلام اللي كنتي تمر فيك بالمنام. نعم. منها حلم أنك حلمتي بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وشلون أنت ما تكلمتي عنه بالتفصيل بالكتاب، وشنو صادفتك بعد ما كتبت؟ منعوا الكتاب بعد ما كتبته لهذا السبب، وقالوا كيف أنا واحدة مثلي تحلم بالرسول، وكأني أنا اللي اخترت حلمي، وكأن أنا ماني امرأة مسلمة من حقي أن أرى الرسول في أحلامي. فمنعوا الكتاب لهذا السبب، مع أنه حلم جميل ولا في أي تعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا تذكرين من الحلم نفسه؟ نعم، ماذا تذكرين من الحلم؟ ماذا تذكرين؟ لا، الحلم عايش في داخلي لأني ما زلت أشوفه، وأنا يعني سميت بنت ابني نور لأنه بطلب من الرسول في ذلك الحلم صلى الله عليه وسلم قال أنه سمي الطفل القادم نور، فسميت بنت ابني نور. احنا في الواقع كان في اتصال من الأخت أمال فهمي من القاهرة، ويبدو أنه انقطع، فليت الأخت أمال تصل مرة ثانية، أو الكنترول إذا عندكم تليفونها اتصلوا فيها مرة ثانية. يعني هل في أعمال كويتية جادة أنت ترشحينها وتكلمين عنها بصورة يعني مثل ما يقولون تزكين هذه الأعمال؟ أنا يهموني في هذه المرحلة الشباب. نعم. وأشجع الشباب سواء من الشباب يعني الجنسين اللي يكتبون شعر واللي يكتبون قصة، لكن اهتمامي بالقصة هو أكثر. فأنا أجد أنه في شباب يستحقون ذلك. كتبت عن واحدة اللي هي مي الشداد، طلعت مجموعة، والآن أنا معجبة جدا في استبرق أحمد، وهذه موهبة حقيقية، والآن أنا في مشروع قاعدة أكتب عنها. ولأجل هؤلاء الشباب خصصت الجائزة للقصة القصيرة، لأنهم يستحقون التشجيع. مي الشداد واستبرق أحمد. نعم. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما. إن شاء الله يا رب. خلينا أسألك، يقال أن هناك علاقات متوترة وخصوميات إلى آخره في رابطة الأدباء الكويتية. أعوذ بالله. أبداً. 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 يعني إذا كان في صوت صوتين يسوون مشاكل هذا لا يعني. شوف، الكويت تمتاز بشيء واحد، إن فعلاً بين الأدباء ما في، الكل يحب بعض والكل يشجع بعض والكل يقرأ لبعض. في شوية عداوات تطلع مثل حرب داحس والغبراء هذه المستمرة، هذه احنا ما نعلق عليها، لكن في المجمل الجو الكويتي الثقافي ليس فيه عداوات وليس فيه حق أحقاد، الكل يشجع الكل بالعكس، يعني بالذات يعني تجمعنا علاقات مع الجميع طيبة وحلوة، والأدباء يحبون بعضهم ويشجعون بعضهم، ما عندنا هذا الجو. ما سبق أن صار في رابط الأدباء يعني؟ قاعد أقول لك يصير حالات نادرة يعني. صوت صوتين بس هم اللي يسببون إزعاج ومشاكل. نعم. والباقي لا أبدا ما في شيء. أنت امرأة وأم كذلك. نعم. لك عدة أبناء وبنات،
هل الأمومة عبء على الأدب ولا الأدب عبء على الأمومة؟ شوف، والأولاد صغار كنت أشعر أنه أولادي عبء على كتابتي لأن يحتاجون رعاية أكثر، والوقت كان عندي جدا ضيق لأنهم أطفال يحتاجوا لرعاية. لما كبروا الآن أفتكر أنه الكتابة صارت عبء عليهم، لأنه أغلب وقتي أنا متفرغة للكتابة، وهم الحمد لله الله يخليهم ويبارك فيهم معطيني أكبر وقت للكتابة، يعني يقدسون كتابتي ويحترمون كتابتي، فلم يعودوا ذلك العبء. يمكن الكتابة عبء عليهم لأني أسافر كثير وأكتب كثير، فأغلب الأوقات أنا يمكن أبتعد عنهم. يقرون كتب؟ أي يقرون، بس الحين عندي بنت وولد بطلوا يقرون، اللي يقرون المقالات بس، أما القصص والروايات يعني شوية يأخذون منها موقف مثل أي قارئ عادي. ما في أحد منهم اتجه هذا الاتجاه؟ عندي بنتي علا تكتب بشكل جميل وناقدة، عمار يكتب بشكل جميل خاصة أنه دارس حقوق، سارة بنتي فنانة ترسم وعندها كتابات قصة قصيرة. لا، المواهب موجودة، يعني بنتي الثانية سرار موهوبة بالموسيقى، فكل واحد له موهبة خاصة فيه. يعني هم عاشوا بجو أدبي، وأيضا الوراثة تعمل دور، يعني أبوهم أديب وأنا أديبة، يقرون من وقتهم صغار، الكتاب جزء من حياتهم ما يتركونه، مثل أطفال الأجانب ما تلقاهم إلا ماسكين كتاب. فهذا الجو يخلق يساعد على تنمية المواهب. نأخذ الآن مداخلة لأن من تلفون سيارة من الأخ الأديب فهد حمد. ألو ألو، أهلا مساء الخير أخوي حمد. هلا هلا بك، حياك الله. نحن في شبكة التلفزيون ضيفتنا الأديبة ليلى العثمان، والحوار يأتي ويروح في مختلف القضايا، ويسعدنا سماع ما لديك. يعني طبعا شكرا فهد، أرحب بداية بضيفتنا الأديبة ليلى العثمان، طبعا هي زميلة عزيزة وأتمنى لها دوام التقدم في إنجازاتها الرائعة طبعا المتلاحقة في مجال الرواية والقصة القصيرة. نعم، وصراحة الأستاذة ليلى طبعا زميلة عزيزة علينا، حققت نجاحات في وضع مكانة للرواية الكويتية والقصة القصيرة سواء على في الوسط الثقافي الكويتي أو الوسط العربي أو حتى في العالم، لأن أعمالها يعني عدد من أعمالها ترجمت لعدة لغات، وهذا شيء نفخر فيه. لكن الشيء الأهم اللي في مداخلتي، أحب أحيي فيها زميلتنا العزيزة روحها الرائعة في الدعم اللامحدود لكثير من الكتاب من الجيل الجديد أو المبتدئين. وصراحة طبعا أنا يمكن من الكتاب اللي كانت بدايات في الثمانينات، وجدت من أديبتنا طبعا دعم لامحدود في البداية من خلال ترشيحها لي للالتحاق في عضوية رابطة الأدباء، وكذلك للالتحاق في مجلس الإدارة، وكذلك دعمها لي بتشجيع للمشاركة في مسابقات يعني للرواية والقصة في الوطن العربي، والحمد لله حققت النجاح في إحدى المسابقات. شكرا أخوي حمد، تفضل. وكذلك طبعا لا يقتصر دور على هذا فقط، طبعا شجعت جميع يعني كثير من أعضاء المنتدى المبدعين الجدد في رابطة الأدباء ودعمتهم، وهذا الدور تشكر عليه. لكن تساؤلي، لماذا لا أديبتنا ما تشارك في تقديم أو إعداد برنامج ثقافي تلفزيون الكويت، وبذلك تثري الساحة الثقافية؟ ما سمعت الأسبوع الماضي لما اتصلت فينا إيش قالت لما كان عندنا نجم عبد الكريم. شكرا جزيلا للأستاذ الأديب حمد الحمد على هذه المداخلة. يعني في تعليق على والله يا عبد الرحمن، أنا يعني من داخلي سعادة أبكي لهذا الوفاء من زملائي وكلهم. بعضهم القلة اللي يقولون ليلة حارب الأدب، أبدا، هذه شهادات حقيقية وصادقة عن أنا كيف أقف مع زملائي ومع الجيل الجديد. بس أني أنا أسوي برنامج للتلفزيون، هذا كلام خلصنا تعبنا يعني. أنت اتصلت الأسبوع الماضي لما إحنا بحاجة لبرنامج عبد الكريم، وأنا قلت لك على الهواء لما اتصلتي أن هل لو طلب منك تعملين برنامج ثقافي بالطريقة الحديثة تعملين، وأنت كان جوابك شبه متردد يعني.
اي انا الان في هذا السن وفي هذه الاوضاع وفي هذا الانشغال التام في الكتابه لا استطيع اني انا اشتت نفسي حاليا، لكن انا اتمنى يكون برنامج ثقافي يقومون عليه الشباب من بنات ومن اولاد من المبدعين الجدد. ملوتنا منتدى المبدعين عندهم مواهب يا اخي غريبه ورائعه هذول الشباب، اتمنى ان هم يساهمون في عمل برنامج ان شاء الله. طيب الان معانا المداخله من الاعلاميه المعروفه شنو منو حليمة بولند. ألو ألو هلا حليمة مرحبا. أولا في البداية أجمل تحية أوجهها للإعلام القدير والمميز الأستاذ عبد الرحمن النجار اللي كان لي شرف صراحة أنه يستضيفني في برنامجه. الله يسلم إن شاء الله يخليك. وأيضا تحية جميلة للكاتبة الجميلة ليلى العثمان. شكرا شكرا. الله يسلمك. في البداية يعني أنا أتصل اليوم ليس فقط كمذيعة وإنما أيضا ككاتبة مقال أسبوعية في إحدى المجلات المعروفة في الكويت، واتصل الآن مجلة يعني المجالس أعتقد في المجالس تكتبين في المجالس في نعم في مجلة طيب. المجالس صاحبة مقال أسبوعية طبعا مع نخبة من الكتاب مثل فؤاد الهاشم أيضا الوزير السابق أحمد الربعي الدكتور أحمد الربعي، فطبعا لي الفخر أني أكون من ضمن هالنخبة. أنا اتصل اليوم عشان أقول للأستاذة ليلى العثمان أن إحنا أولا فخورين بوجود هالعناصر النسائية الكويتية اللي نتمنى أن إحنا نكون امتداد لها النخبة المميزة إن شاء الله من الإعلاميات والكاتبات والأديبات اللي أمثال الأستاذة ليلى العثمان. وأتمنى يعني أنا شخصيا وأعتقد كل جيلي من إعلاميات ومن أديبات ومن كاتبات الاستفادة قدر الإمكان من تجاربكم وخبراتكم القيمة في مجال الإعلام والأدب والكتابة، فنتمنى أن يعني أبدا ما تبخلون علينا بأي نصيحة وبأي إرشاد وبأي توجيه، وما في شيء يعني مهما نقدم احنا ما زلنا في بداياتنا، ومهما الحمد لله نتواصل بمزيد من الإنجازات والنجاحات في المجال الإعلامي انا ما زلت اعتقد ان انا ما زلت في بداياتي. فأنا سعيدة كثير باستضافتك الكريمة وسعيدة بصراحة. شكرا يا أخت حليمة تسلمين. شكرا اتمنى لك التألق دائما والنجاح يا رب. شكرا للأخت الإعلامية حليمة بولند على هذا الاتصال وهذه المداخلة. أختيلة يعني هل صحيح أن المرأة ها وخصوصا الكاتبة لا تعيش بدون حب؟ كل إنسان ما يقدر يعيش بدون حب، المرأة بالذات لأن عواطفها رقيقة واحتياجها للعاطفة وللحب دائما يدفعها حتى إذا لم تجد هذا الحب. صبر أنا بقاطعك، أنت دائما تقولون المرأة عواطفها رقيقة. الرجال ما له عواطف يعني؟ بلى بالعكس، في رجال عذبين جدا وحلوين والله أرق من المرأة والله. أنا ما عندي عداء مع الرجل وانت عارف يعني حقيقة المرأة ما تقدر تعيش بدون حب، لأنه ما يكسر المرأة إلا إحساسها بأنها شيء مهمل داخل البيت أو إنها ما يعني تتعامل بحالة حب. يعني أنا شخصيا ما أقدر أعيش بدون حالة حب، وإذا لم أجد هذا الحب أعتبر هناك حالة حب حتى وهم جميل وأعيش على هذا الوهم. على الذكريات. ولا لا أخلق لي عالم خاص فيني يعني يعني يمكن أحب شخص هو ما يدري عني فأظل أحبه بدون ما يعرف وأعتبره هو الوهم الجميل في حياتي. فحالة الحب تدفع المرأة لأشياء كثيرة، تجدد حياتها، تجدد حيويتها، تجدد نشاطها، تخليها تحب الحياة أكثر وتبذل في العطاء أكثر. أنا لما أحس أني في حالة حب الكتابة عندي تتدفق مثل النهر، فلازم حالة الحب يعني ما في إنسان يقدر يعيش بدون مطلوبة حب. نعم. مطلوبة. نأخذ مكالمة من المشاهد الأخ أبو عبد الله. ألو ألو السلام عليكم. هلا أبو عبد الله مرحبتين. حياك الله مساك الله بالخير طال عمرك. تفضل أبوي حياك الله. على عجالة. شكرا على هذا البرنامج اللي أخذ تقريبا حول 3 عقود ونتمنى لها إن شاء الله التقدم إن شاء الله. الله يسلمك. وثانيا أرحب في الضيفة الكريمة الكاتبة الأديبة ليلى العثمان. فقط أنا أحب يعني أود أن أبين بأن بقدر المستطاع أن الإنسان أن يظهر الجانب الحسن. فأنا لأكثر من مرة شاهدت لقاء كانت الأديبة تذكر فيه يعني ظروف طفولتها وهذا، فأنا أتمنى أن لا يذكر مثل هذا الشيء. يعني إحنا نظهر في الصورة الحسنة بقدر المستطاع، خصوصا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. فالإنسان يظهر دائما جانب الجلد والقوة وقوة العزيمة النفسية، وإن كان هناك قد مرت في حياته يعني عثرات أو صعاب فيجب أن لا نظهرها،
وأن نظهر بالجانب القوي، وهذا هو عزم الكويتيين، وأنا كويتي أنا وعزومي قوية. وشكرا لك. شكرا شكرا عبد الله. قبل لا تروح، هي يعني هذا اللي قالته الأخت ليلى، قالت أنا رغم المشاكل اللي مرت علي هي أعطتني قوة يعني، ولم تضعفني ولم. احنا لازم نقول شنو الدوافع اللي نعم. اللي خلقت الكاتب. نعم. في روافد في حياة الكاتب. نعم. هذه من الروافد. الألم 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 مو عيب إني أنا أتكلم عن الألم، ولا عيب إني أنا أذكره. مو بس لازم نذكر حسناتنا وإيجابياتنا. الحياة مليئة بالتناقضات ومليئة بالأشياء السلبية. أنت مثل كأنك تبي حتى سلبيات المجتمع نغطي عليها بالمشخال أو بالجدر. لا لا، حتى هو ما هذا قصده يعني. هو لا، أنا أقصد إنه أولاً أنت اللي سألتني عبد الرحمن على هذا، فأنا أجب. ثاني شيء، أنا بينت قيمة هذا الألم اللي شفته. دفعني لأني أنا أكون كاتبة، ودفعني أني أكون امرأة صلبة في حياتي. شكرا للأخ عبد الله على هذا الاتصال وعلى هذه المحاورة. طيب الآن يعني بس بنغير الجو شوية. أنا أذكر صارت لك قصة أنت في في شارع عبد الله العثمان في حولي. صارت لك قصة أنا سمعت عنها مع شرطي مرور، كنت واقفة غلط أو شيء في شارع عبد الله العثمان. شو اللي صار؟ أول شيء أنا أحب الشرطة وعلاقتي معاهم كلها زينة، ويحبوني ويحترموني، ودائما يعني طيب. ما عندي ولا مشكلة معاهم. بس طيب. ذاك اليوم أنا بنتي دقيقتين بس بتنزل تي بنفنوفها وتطلع. فوقفت عند مجمع الأيوب في شارع العثمان، فياني الشرطي وهاوش أنت شلون واقفة هذا وعلى شنو شارع أبوش؟ قلت له إيه شارع أبوي. قال أعطيني أشوف الرخصة، أعطيني الرخصة. أعطيت إياه طالعة، فقال إي والله شارع أبوها. يعني هذه من الطرائف اللي صارت لي عندي. عندي على فكرة راح أكتبهم في مقالات. وسامحت شرطي؟ أي سامحني. قلت له هو يكلمني بنتي طلعت من المجمع، قلت له شفت ويا دقيقتين يعني إحنا. هو طبعا لأن الشارع شارع عبد الله العثمان يعني مسمى على المرحوم عبد الله العثمان، عبد الله العثمان والد الأخت ليلى. فتقول له إيه أنا واقفة بشارع أبوي إيش تبي بعد؟ اكتشف الشرطي إنه فعلا كان الشرطي الشرطي نفسه كان تروح رياضية يعني وخلاص تمشي ما عطاك مخالفة. صارت لك مشاكل ليلى مع الرقابة أو شيء من هالنوع؟ نعم. هو محاكمة أو شغلات على بعض كتبك؟ أنا والله شوف أنا يعني عمرها الرقابة ما كانت واقفة ضدي، وعمرها ما منع لي كتاب. وكانت الله يعني يوفقها الأخت سارة زوجة الدكتور سليمان الشاطي، كانت مسؤولة عن الرقابة في وزارة الإعلام، فكانت جدا متعاونة وجدا يعني تقرأ لأنها قارئة فتعرف شنو الأديب يكتب. فما كان عندنا مشكلة. سارة الفاضل. سارة الفاضل الله يطول عمرها. فإحنا ما كان عندنا مشكلة. المشكلة بدأت بعد هالأزمات اللي صارت، وبعد الإسلام السياسي، وبعد هالأمور هذه. والآن بعد محاكمتي، وأنا اللي أشعر أني ظلمت في هذه المحاكمة، وظلمت أيضا بعد المحاكمة لأنه صار في خوف. أوه كتاب حق ليلى العثمان يا معود، بس امنع امنع بدون حتى ما يقرؤون الكتاب. فأنا يعني أتمنى على وزير الإعلام أنه يعني يشوف هذه القضية ويعني ويفرج عن كتبي، لأنه ما فيها شيء. أنا أتصور قاعدة أقرأ في الصحفنا اليومية تفاصيل لعلاقات ولجرائم ولمشاكل أنا أخجل منها ويقشعر بدني. والقارئ اليوم قارئ جريدة مو قارئ كتاب، فشبابنا كلهم تابعوا قضية البنت آمنة، كان يكتب بالتفصيل الأشياء المحرجة في الصحيفة واللي قروها كل الناس، بينما الكتاب ما يقرأ إلا المتخصصين واللي هم عشاق للقراءة. فلذلك المنع ما له داعي. يعني أنا ليش حبيت في اليمن؟ أنه ما عندهم رقابة لا على الكتب ولا على الصحف. الإنسان حر يكتب ما يشاء. أنت ما تقدر تقيد أديب يا عبد الرحمن. الأديب في جنون، وهذا الجنون لازم يظهر، لازم يبدع فيه، يبدع من خلال جنونه. فأنت لما يكتب الأديب شيء تعطيه ناس متخصصين على الأقل، مو تجيب لي لجنة هي ضد الأدب وضد الفن وتقول لي هذا ممنوع وهذا مسموح. احنا هني مشكلتنا، هات لي أدباء يقررون. طيب يعني انت كمبدأ عام لستي ضد الرقابة يعني؟ أنا مش ضد الرقابة كشكل أنه أكيد في أشياء تطلع يمكن تسيء للبلد، فيعني ممكن، لكن أنا ضد الرقابة على الكتاب الأدبي، خاصة إذا كان اللي يراقبون مش متخصصين ولا لهم علاقة في الأدب. هذا وحكم عليك، أخذت حكم مرتين.
أعطوني حكم بس الحمد لله حكم ظالم طبعا. أنا ما يعني يمكن لكن أنا الحكم يمكن المحامي مالك يدفع في المحكمة أن هذا الحكم كذي وكذي. بس شوف أنا ماني ندمان. أنا ماني ندمان أني تقبل أحكام القضاء. القضاء كان عادل. أوكي. إيه ولكن التهم كانت يعني بشكل كبير. مبالغ فيها. أنا عبد الرحمن ماني ندمان لأنه أنا خرجت من هذه التجربة بكتاب أعتبره من أهم كتبي اللي هو المحاكمة. ولو سجنت ذلك الشهر أنا قالوا شهر قلت أوكي الأمير راح يشيل عني طول الله عمره 15 يوم مثل ما شال عن البغدادي وعيش 15 يوم. كان قراري أني أطلع في كتاب اسمه يوميات سجينة. يعني ما أضيع فرصة تفوت علي إلا أستفيد منها لأخرج عمل إبداعي. هل دور السياسة والصراعات السياسية في العالم العربي نحو الأدب هل دورها إيجابي ولا سلبي؟ لا هي تأثر تأثر على نفسيتي. يعني أنا شخصيا الآن أعيش مرحلة إحباط شديد وحزن كبير على وطني العربي وهذا يأخذ جزء كبير من قلقي اليومي بالنسبة للكتابة. نأخذ الآن مداخلة من الدكتورة المتخصصة من جامعة الكويت في الأدب واللغة العربية الدكتورة نجمة إدريس. ألو 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 دكتورة نجمة مساء الخير. يا مساء النور يا أخي. يسعدنا سماع صوتك وضيفتنا هذا المساء الأديبة ليلى العثمان ويسعدنا أن نسمع ما لديك. عز الناس. يا هلا أهلا وسهلا وأنا سعيدة جدا بهذه الطلة الجميلة التي تبدو فيها العزيزة ليلى أمامنا الآن بالشاشة. إذا كان يسمح لي الوقت الحقيقة أريد فقط يعني مداخلة صغيرة إذا كان هناك مجال للسؤال. الحقيقة مداخلتي هي سوف أتحدث عن صفتين أو ثلاث صفات من صفات ليلى العثمان التي تكاد تكون صفات فارقة. يعني لعل أول صفة الحقيقة لها كونها امرأة مختلفة. والاختلاف أنا أقصد فيه هنا هو ما يعني التميز. امرأة متميزة ومختلفة. وطبعا نحن نعرف ما يعني يدفعه الإنسان خاصة إذا كان متميز في مجتمع مثل مجتمعنا ويكون امرأة في نفس الوقت. يعني لأن الحقيقة المرأة المتميزة والمختلفة في مجتمعنا ينالها الكثير الحقيقة من التشكيك من محاولات الإلغاء من محاولات التحجيم إلى آخره من سلسلة الاضطهادات هذه التي قد لا تكون هي يعني مشاكل الساعة وإنما طالت المرأة منذ أمد الدهور. ولهذا السبب يعني نجد قلة من الأسماء يعني ودائما تكون هي في نهاية الطابور حتى في مجال تقييم لأعمالها. الصفة الأخرى الحقيقة أرى في ليلى العثمان امرأة مناضلة وصلبة ويمكن هذه الصفة محجوزة يعني ونادرة بالنسبة يعني لامرأة مثل ليلى. يعني خاضت الكثير من الحروب الحقيقة والمعارك وحاولت أن تقف بصلابة وأن تدافع عن نفسها وأن يعني ترفض الركون في الظل وإيثار السلام اللي عادة ما يعني في النهاية تجنح لها المرأة في إذا وجدت نفسها داخل هذه المعارك المتناهية. لعل الصفة الثالثة اللي أراها الحقيقة في ليلى هي حبها للحياة ويمكن نحن نتعلم منها يعني هذه الصفة الجميلة. يعني عندما نراها بهذه الصلابة وهذا التميز نتعلم منها أشياء كثيرة في مسألة حبها للحياة وتشبثها الحقيقة في الحياة ليس على مجال يعني الشخصي وإنما حتى على مجال أدواتها الفنية التي تحاول قدر الإمكان الحقيقة وتكدح في سبيل تجويد هذه الأدوات الفنية طوال مسيرتها يعني لسنوات طويلة. طبعا هو إنتاجها ليس له امتداد فقط في عدد الكتب وإنما هناك أيضا نجد في هذه المحاولة الجادة لتجويد حتى هذه الأدوات. إذا كان هناك بقي لي وقت فقط أريد أن أسألها بعد كل هذه يعني ما حاولت أن أجتهد في إعطائها لهذه الصورة هي كيف استطاعت أن تتعامل مع كل هذه التحديات يعني خلال رحلة حياتها سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى إبداعها. تمام وشكرا. شكرا جزيلا نجمة. شكرا جزيلا للدكتورة نجمة إدريس. بالصبر وبحب الحياة مثل ما قالت وبالحلم. أنا امرأة أحلامي لا تنتهي وكل ما ظل الإنسان يحلم كل ما سعى لأن يحارب لأجل أن يحقق هذا الحلم وصبرت والصبر حلو وجميل فلذلك بالصبر وبصدقي مع نفسي ومع الآخرين وتعاملي مع الحياة. يقال أيضا أن امرأة يعني فيك نوع من الصلابة تجاه كلام الناس وحكيهم أنه ما يهمك وايد كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. يا عبد الرحمن إذا قعدت في قمقم وقفلت على روحك الناس تبتتكلم عليك
وإذا جلست على كتف غيمة الناس راح تتكلم عليك. فأنا اخترت أن أجلس على كتف الغيمة، خلي يشوفوني ويتكلمون، أما مو أنا هم في قمقم محبوسة وهم كلام لا. فأنا أحب أكون واضحة أمام الناس، ما أحب الازدواجية. أديبتنا ليلى العثماني يعني يقولون أن شخصية الأديب أحيانا تكون في واد وإنتاج الأدبي في واد آخر، يعني إنتاج أي الأدبي أي غير شخصيته لما ينشاف وتنقعدين وياه. هل صدمتي ببعض لقاءاتك ببعض الأدباء أو الأدبات من العالم العربي؟ لأن أنا أقرأ كاتب وأعجب فيه وأعجب بأفكاره وبمواقفه ومبادئه وبكذا، ولما ألتقي شخصيا أجد العكس تماما فيسقط من عيني. وهناك كاتب يمكن أقرأ له بس ما أحبه، ولكن لما أتعرف عليه شخصيا أجد فيه شخصيته ما يثير أكثر من كتابته فأحب كتابته أكثر. ففي تناقض بحياة المثقفين العرب مع الأسف، والمفكرين العرب يكتبون ما لا يؤمنون فيه أحيانا، وأحيانا يخدعون القارئ حتى بس يخلون خل قضية يعني التناقض في الـ في الـ في الإيمان أو في الفكرة نفسها. لا أنا قصدي يعني تعجبين بكاتب بعظمته، لا بس لما تقعدين وياه تشوفين الشخصية غير، خلي قاعد أقول ما في تناقض يعني. حتى الشخصية الشخصية غير سوية تكون شخصية مزعجة للمرأة بالذات، رجل يعني أحس تافه بحديثه حتى مو مثل ما يكتب. ففي حصل أني أنا صدمت، يعني يمكن هذا بي يوم ترى وبكتبه. أنا عندي كتاب اسمه رجال في حياتي، راح أكتب عن كل الشخصيات الهامة اللي التقيتها واللي أثرت فيني، وأيضا عن الشخصيات التافهة اللي أنا اكتشفتها يعني بالاحتكاك من خلال مؤتمرات ندوات، من خلال حتى طبعا مثلا راح تكونين يعني تعبيرك رقيق أقل من تافهة يعني لما تكتبين عنها. ربما لا 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 في تفاهات في وسطنا الثقافي، في تفاهات كثيرة من بعض يقولون كل شيء يقولون انت اذاعتي يقولون وانا اسمع وارى يبلش يعني الناس شو تقول والادباء شو يقولون. يقولون ان الاديب يستطيع ان يحكم العالم. يا شوف عندنا تجربه، شوف الاديب عندنا تجربه. الشاعر السنغالي العظيم سنغور قعد في الحكم 7 أو 8 أشهر واستقال وقال ما بيصير حاكم. الأديب لا يصلح أن يحكم، مش لأنه هو غير قادر، لا، الأديب يبي الحرية، ما يبي المكان اللي يضغط عليه، الأديب يبي يعيش الحياة، ما يبي الحياة تفرض عليه قوانين، الأديب ما يحب يظلم أحد، يعني بشعوره دائماً أنه لازم يكون عادل. فقضية الحكم قضية صعبة لها ناسها يعني، أما الكاتب تي تحصره يحط قوانين ويسن قوانين ولا ينام مرتاح ويقلق، طيب ومتى بيكتب؟ فالأديب أنا أتصور عصفور حر أو فراشة تتنقل لتعطينا الأشياء الجميلة. الحين ماني قايلك شو يقولون، أنا مرة سمعتك تقولين إن نصفك عاقل ونصفك مجنون. صحيح، كل الأدباء كلهم يعني. شوف في دريدان قال المواهب العظيمة قرينة بالجنون، والثاني لوميزورو قال إنه العبقرية هي تعبير عن عقل مريض. وفي ممدوح عدوان غريب ولا غير عادي؟ مريض يعني، لا مريض ولا غير عادي إيه إيه يعني اللي مو عادي. ممدوح عدوان الشاعر السوري الكبير عمل كتاب سماه دفاعا عن الجنون، تحدث فيه عن هذا الجنون اللي عند الأدباء، إن الكاتب بدون جنون ما يقدر يكتب، يعني مثل الريح بدون صراخ، ومثل البحر بدون موج، ومثل النار بدون لهب. الكاتب لازم يكون عنده هذا الجنون، هذا الأساس. أنا نصي عاقل نصي مجنون، فأنا أحافظ على هذا النصف المجنون أكثر من حفاظي على النصف العاقل، لأن النصف العاقل لا خوف عليه، ما خوف عليه، وبعدين ما عنده مهمات كثيرة. أما الجانب هذا المجنون الجميل مهماته كثيرة، فلازم أحافظ عليه. أنا يعني أنا أعتز بجنوني. طيب إحنا عندنا يمكن ما باجي عندنا لوقت قصير جدا، لماذا تكرهين الأبواب المغلقة والنوافذ المغلقة والمفاتيح كذلك والأسانسيرات؟ الحين أبو عبد الله بيزعل مني اللي اتصل قبل شوي إذا قلت لأن نتيجة الضغط اللي صار علي بالطفولة كله يصككون علينا بيبان ويخرعوننا بالسعلو، كله يصككون علينا بيبان وممنوع
تطلعون البنت لازم ما تطلع الشارع. من كثر ما صكوا علي وضغطوا علي وكبتوني أحس إن كل الأبواب لازم تنفتح. أنا مقفل مقفل ما عندي شيء اسمه مفتاح. والأسانسيرات أخاف منها وأكرهها. في البيت ما عندي كل شيء مفتوح وذي. ما أحب المفاتيح ولا أحب شيء مسكوك. فنتيجة الضغط أحب الحرية. أي باب مغلق أتصور إنه يحجب حريتي عن الحياة. بس إحنا ساكين باب الاستوديو لا. أي هذا للضرورة أحكام. بعدين أنت معاي يعني فيش. ومعنا المصورين داخل الاستوديو أعزائي المشاهدين باسمكم أشكر ضيفتنا هذا المساء الأديبة والروائية والكاتبة ليلى العثمان، وخلوكم معنا الأسبوع القادم. شكرا لك يا عبد الرحمن. في كلمة أخيرة؟ لا كنت حابة بس يا ريت عندك لقطة من لما سويت لي لقاء من 20 سنة عشان أشوف روحي الحين والزمن إيش سوى فيني. ما أقدر بس ما أقدر أنا أتصور أن الزمن يعني بيمشي بواد وأنا بواد. ربما يعني فقدت بطريقة يعني المقابلة الجاية إذا سوينا إن شاء الله عقب 20 سنة. إن شاء الله. خلكم معنا الأسبوع القادم أعزائي المشاهدين مع ضيف آخر في شبكة التلفزيون فملا.